محمد احمد وخميس بشكل ممتاز لالميدا الى بوصوفه، هذه خطيره الميدا، ممكن كره، ممكن محاوله لولا تدخل حكم المباراه لم يتردد في اشاره البطاقه الصفراء في يد اللاعب، لكن الله على كره والله عليها. لاحظ اللقطه لمست من الجزيرة، علي مبخوت أمام المرمى، هل يسجل؟ ممكن كورة، جول جول جزراوي أول. نعم يتقدم الجزيرة، يضع علي مبخوت الكرة في جهة وحارس المرمى في جهة وهات من يأتي لينضم لنادي الجزيرة. هنا كرة فيها مرور، ساشا سبستيان يتقدم في كرة، محاولة خطيرة، ماذا يفعل ساشا؟ ماذا يسعى ساشا؟ كانت في متناولة، بإمكانه كان أن يسجل، بإمكانه أن يتقدم. لاحظ اللقطة ولاحظ المرور ولاحظ تنفيذ الكرة اللي كان بطيء. تسديدة يا سلام، حلوة، تسديدة قوية لكن مرت إلى خارج أرضية الملعب، كانت من بارك بجوار القائم الأيمن لحارس المرمى إبراهيم عبد الله. يستثمرها، نعم يعود للمباراة، يسجل هدف التعادل، الإمارات تعود للمباراة بهدف أحمد إبراهيم والرأسية الممتازة في المرمى، نعم تعيد الصقور مرة أخرى للمباراة. اصطدمت في يد الحارس مبارك او حارس احمد او المدافع احمد ابراهيم وعبد الله امام علي مبخوت، علي مبخوت على تنفيذ كرة جول. فات يا مبخوت، نعم وين وداها؟ الكرة اعتقد داخل المرمى، اعتقد بانها كانت داخل المرمى. يا له